على خطوط الفن والرياضة والحياة عزف العراقيون أناشيد الأمل وسيمفونية التحدي ليتحدوا مع النازحين في محنتهم بحملة أهنة لجمع التبرعات لهم والتعريف بمعاناتهم. الموسيقار نصير شمة ترك عوده جانباً وتصدى لمجموعة فعاليات لدعم العوائل النازحة، بينها رياضة جماهيرية بمشاركة المئات من الفنانين والرياضيين وفئات المجتمع. قلب بغداد من شارع أبو نؤاس، وراح تمتد من جسر الجمهورية من هذا المكان إلى إن شاء الله جسر المعلق. راح نريد نزرع رسائل حب في كل هذا الطريق وفي كل الشعب العراقي النازحين، احنا حاسين بهم واحنا نعمل من أجلهم، كنا متكاتفين إن شاء الله. إن شاء الله تكون أكبر مشاركة وأكبر تظاهرة لإعلان حب بعضنا لبعض، لإظهار أن العراقيين متكاتفون ومتعاطفون ومتعاونون من أجل مواجهة هذا الظرف الطارئ، وإن شاء الله تنجح هذه الحملة في تحقيق رسالتها. المشاركون انطلقوا في شارع أبو نؤاس ببغداد وهم يركضون بمختلف الألوان والأعمار ليشكلوا جسرا إنسانيا رياضيا يحمل هدفا نبيلا لا علاقة له بمعايير الفوز والخسارة التي تحفل بها المنافسات الرياضية. الرابح الأول رح يربح بطاقة درجة أولى راح يقعد بيها بالحفلة اللي حتصير يوم الاثنين ما نصير شمة، بموقف واحد وهو دعم النازحين أخواننا، ونقولهم بغداد والعراق كله لكم، وأكيد أكيد راح ترجعون في يوم من الأيام إلى مدنكم. ملامح السعادة طغت على المشاركين الساعين إلى الاندماج والتواصل مع هموم الحياة اليومية العراقية بألوان الإبداع الرياضي الفني الإنساني وبطقوس حضارية تربط الألم بالأمل والحزن بالتفاؤل. شارك اليوم بالماراثون ويا الشباب من عاصمتنا الحبيبة بغداد، وقفة تضامنية يعني ويا أهلنا النازحين. العراقي يحب الحياة، وهذا المهرجان دليل، والكاميرا هي التي توثق ما نقوله. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.